اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد اسبوعيا مع برنامج اوراق اقتصاديه. بالتاكيد في حلقاتنا الاخيره احنا دايما بنتناول الظروف والملفات الموضوعه على الساحه العالميه وبالتاكيد تاثيرها وتداعياتها على الساحه الداخليه. الملف الرئيسي في حلقه اليوم هو ملف الصناعه مع الازمه الاوكرانيه الروسيه. كان هناك تاثير كبير وتداعيات غير متوقعه على مدخلات الانتاج ومن ثم على أسعار هذه المدخلات وعلى التقنيات الصناعية، وانعكست بالتأكيد على سوق مثل السوق المصري، هو سوق نامي وواعد بالفعل على مدخلات الصناعة. هذه المدخلات تم تحريك لأسعارها بناء على تحركات في أسعار الطاقة، تم نقص أو حدث بالفعل نقص في العديد من المدخلات الصناعية نظرا للأزمة العالمية وحالة الصراع المتصاعدة والمتفاقمة بين الجانب الروسي والجانب الغربي. حدث أيضا تغير في عملية نقل التقنيات وتحديد في أسواق أو التصدير والمعاملات، يعني كان لهذه الأزمة العالمية أوجه متعددة في التداعيات. في حلقة اليوم سنتحدث عن كيفية التعامل من قبل الحكومة المصرية تجاه هذا الملف وهو ملف الصناعة، خاصة وأن مصر كانت أحد الدول الموضوعة على خريطة ارتفاع معدلات النمو في القطاع الصناعي على وجه التحديد. لكن قبل أن أبدأ الترحيب بضيوفي وأبدأ الفتح لهذا الملف، دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي حول هذه الأزمة ومفرداتها ثم نبدأ النقاش. تابعونا. جهود حثيثة تقوم بها الدولة لمساندة القطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز أي تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية. في هذا الإطار اجتمعت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على التنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. كما شدد رئيس الوزراء على حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثل اتحاد الصناعات ومجموعات من المصنعين من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الصناعة المحلية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة العام الماضي وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج. القطاع الصناعي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث حقق الناتج الصناعي بالأسعار الجارية نموا بلغ 163.8% خلال الفترة من 2013-2014 وحتى 2019-2020، لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه. مشاهدينا، بعد ان تابعنا التقرير ارحب بضيفي في حلقه اليوم للحديث عن الاستراتيجيات والابرز الحلول المقترحه والموضوعه بالفعل من قبل الحكومه والمتوقعه في المرحله القادمه لتجاوز القطاع الصناعي لمفردات الازمه العالميه. ارحب بضيفي سياده المستشار دكتور احمد البالي الخبير الاستثماري خبير صناديق الاستثمار. اهلا بحضرتك دكتور احمد. اهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين. وبرحب ايضا بالمهندس عمرو فتوح عضو لجنه الصناعه بجمعيه رجال الاعمال المصريين. انا بحييك يا باشمهندس. اهلا وسهلا ورمضان كريم. الله اكرم. كل سنه وحضراتكم طيبين. وهبدا مع دكتور احمد. دكتور احمد، يعني بالتاكيد ازمه عالميه، يبقى احنا بنتكلم في تاثير مدخلات الانتاج وارتفاع اسعار هذه المدخلات. يعني من وجهه نظر حضرتك الازمه ما كانش لها توقعات فعليه بمفرداتها، ولكن هو بالفعل احنا بنتفاجئ كل مرحله بالجديد. كيف ترى الحلول والمخرجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا ما صدق العالم ان هو يخرج من ازمه كورونا ويفاجئ بصدمه هي الحرب الروسيه الاوكرانيه.
ومعروف طبعا ان الدولتين دول بيمتلكوا مواد خام، سواء كانت مواد خام صناعيه او مواد خام سلع غذائيه، بتفوق حوالي 40% او يعني ما بين 35 الى 40% من الناتج العالمي الكلي. فلك ان تتخيل حجم المصانع الموجوده في العالم كلها، سواء كانت بالحديد من اوكرانيا وروسيا او بالغاز الروسي اللي هو بحوالي 40% من اوروبا بتستخدم الغاز الروسي بسبب نظافه هذا الغاز وسعر اقتصادي بالنسبه لجميع الدول الاوروبيه ومتعوده عليه طبعا لها سنين. فاصبح دلوقتي في مشكله كبيره جدا في السلاسل اللي بتورد هذه، سواء كانت على مستوى المصانع، المدخلات بتاعه المصانع من مواد خام. طبعا معروف ان روسيا عندها التيتانيوم وعندها البلاتينيوم، فلك ان تتخيل الهواتف الذكيه وجميع الصناعات، كل هذه الصناعات الضخمه لقد ضربت في الصميم بسبب وقف الامدادات من هاتين اوكرانيا والاتحاد الروسي. نعم. طيب باشمهندس عمرو، دي بالتاكيد مشكله حتى تواجه رجال الاعمال ورجال الصناعه. الحقيقه المدخلات كثيره، سلاسل الامداد ومعظم اتجاهات الحركه لمواد الخام ومدخلات الانتاج اصبحت في بتشهد شكل من اشكال التوتر. شايف من وجهه نظر حضرتك ايه الحلول والمقترحات للخروج من هذه التداعيات او كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل عام؟ يعني لو احنا هنشوف حلول لموضوع مستلزمات الانتاج، يبقى انا هرجع تاني لتعميق المنتج المصري. انا ايه المانع ان انا اعمل مستلزمات انتاج هنا في مصر؟ امتى هنبتدي ناخد الخطوة دي؟ يعني انا عندي خامات ومستلزمات انتاج، حاجات انا اقدر اعملها هنا وتبقى مشاريع قومية وطنية الدولة تقوم بيها، زي ما عملنا قناة السويس، زي ما عملنا مشروع قومية عظيمة جدا الفترة اللي فاتت ديت. فإيه المانع؟ وأنا يمكن بقول الكلام ده من قبل، من بداية أزمة كورونا. ده يعني طب الرؤية يعني طبعا ده مهم جدا. بس هل هو عندنا باشمهندس عمرو هو كل يعني مستلزمات الإنتاج ممكن إن احنا نعمل لها جزء كبير من مستلزمات الإنتاج؟ ممكن أعملها. يعني انا مثلا انا على سبيل المثال انا هتكلم دايما في الحاجات اللي انا تخصصي او قريبه من تخصصي. طبعا. على سبيل المثال احنا عندنا بنستورد بوليمرز، كل خامات البوليمرز اللي بتخش في كل حاجه حوالينا دلوقتي في الحياه بارقام وخياليه شهريا وسنويا. طبعا. انا ايه المانع ان انا اعمل لي مصنعين ثلاثه اربعه من البتروكيماويات تكون بتعمل لي كل انواع البوليمرز؟ ما احنا عندنا مصانع بتروكيماويات بالفعل. مش مكفيه وما بتعملش كل الاصناف. ما بتعملش كل الاصناف لا خالص. ومش مكفيه يعني حتى المصانع اللي في اسكندريه او في بورسعيد. تمام. هو طبعا المفروض ان تم الاعلان ان في مصنع مفروض هيتفتح في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. اتمنى ان يكون ده مشروع قومي، يكون زي ما احنا بنقول زي ما السيد الرئيس دايما بيقول انا محتاج ده في سنه، انا كمان محتاج اعمل مصانع لمستلزمات الانتاج والبتروكيماويات في سنه. الدوله تدخل تقول انا هعمل ده، هيعمل معايا ايه؟ اولا هيوفر معايا عمله صعبه ضخمه جدا. هيخلي التكاليف اقل كمنتج مصري، هيخليني اقدر اصدر بسرعه جدا لان انا ما عنديش سلاسل امداد ومش محتاج ان انا مستني مراكب تشحنني المنتج المستلزمات الانتاج وهكذا. تمام. احنا عملنا خطوة مهمة جدا، والسيد الرئيس فتح السنة اللي فاتت مصنع للغزل والنسيج في الروبيك. ده بداية الطريق الصحيح. ان نبتدي نعمل غزول بتروكيماويات وهكذا، كل مستلزمات الانتاج نبتدي ندرسها على حدة ونبتدي فورا فورا ان احنا نعملها وتبقى مشاريع ملحة وقومية وسريعة جدا. وزي ما السيد الرئيس كده عودنا لازم الحكومة تبقى شغالة بنفس كفاءة أو بنفس السرعة الوتيرة اللي هي إيقاع التنفيذ، إيقاع التنفيذ اللي السيد الرئيس بيمشي بيه. هنخلص قناة السويس في سنة، يبقى نخلص مجموعة المصانع دي في سنة. طيب على اقتراح المهندس عمرو، الدكتور أحمد كان في مقترح يعني هو لسه في طي الدراسة، إن تكون هناك لجان وهناك مصانع متخصصة في مختلف قطاعات الصناعات، تقوم هذه المصانع بتوفير مستلزمات الانتاج. إمكانية تنفيذ هذا الأمر إيه؟ وهل هو ده يعتبر مخرج ممكن يواجه عملية النقص في بعض المواد الخام؟
طبعا اكيد عشان انجح اي قاعده انا لابد ان القاعده دي يستوعبها الصغير قبل الكبير. فاحنا عندنا لو نظرنا للمجتمعات الصناعيه الغربيه معظم هذه الدول نمت عن طريق المنشات الصغيره المتناهيه في الصغر. يعني من نيجي نشوف تصنيع السيارات في المانيا نلاقي ان هي وحدات وسلاسل قامت على اصغر حاجه موجوده في السياره. فاحنا لو احنا اخذنا هذا المنهج في جميع الصناعات واحنا قدرنا ان احنا نضخ استثمارات ماليه ضخمه عن طريق زي ما حكيت مع حضرتك قبل كده في الصندوق السيادي لو تفتكر وقلنا احنا ليه ما نعملش صندوق سيادي باسم الشعب. ان انا النهارده ادخل الشعب زي ما سياده الرئيس عمل في قناه السويس في 8 ايام جمعنا 64 مليار صحيح. مظبوط انا ادخل الشعب في يعني انا انعم على هذا الشعب بعد هذه الفتره من الضيق ومن سنوات الاعجاف بان انا ادخله كشريك مستثمر معايا في الصناعات ديت ويعود عليه العائد بالنفع ويبقى شعب غني زي بقيه الشعوب. يعني انا ادخل الشعب مستثمر الافراد يعني احنا لو كل واحد فينا دفع مساهم يعني طب معلش خليني اصحح مش اصحح يعني حضرتك وضح لي يعني هل هي فكره برضو طرح الشركات ما دي دعوه جت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو مشاركه الشعب وان هو يبقى له هو حصة ونصيب ومساهمة في شركات قطاع الأعمال وحتى شركات التابعة للجيش وأيضا كثير من الشركات الجديدة الوعيدة. هي دي نفس الإطار اللي حضرتك بتتكلم فيه؟ نعم حضرتك أنا لازم أشير من نفسية الشعب حتة إن هو يخاف من البورصة عندهم يعني حاجة يعني رهاب عند الشعب ان هو يحس ان البورصه دي لو دخل فيها هتجيله بقى السكته القلبيه وهيخسر ثقافات لازم يحصل تصحيح من القاعده ان مفيش خوف انت مشاركتك ومساهمتك في اقتصاد امن واقتصاد مضمون وهيكون في عوائد يعني تخيل كل واحد من الشعب اما يبقى مثلا في صناعه البترول صناعه البتروكيماويات صناعه الحديد احنا ما نعدش مصنع الحديد والصلب من راس مال الشعب نضخ استثمارات في قطاع الحديد زي دوت ونقدر نحط نضخ اموال بردك عن طريق مساهمات الشعب وما نخوفش الشعب نفهمه يعني ايه اكتتاب ونبث الفكره دي في نفوس المواطن المصري يصبح اي واحد عنده دخل اضافي يستطيع ان يساهم به في دفع الاعمال الانتاجيه. ده يخلق يا دكتور معلش المقاطعه عظيم يعني ده يخلق شركات متخصصة لتوفير مستلزمات الانتاج. هيكون هيكون حضرتك حاجة اسمها زي بنسميها احنا ايه قطاع او قاطر عن طريق الدولة واخد بالك يعني يكون هو يقود هذا القاطر نحو التنمية الاقتصادية والتنمية الاستثمارية عن طريق صناديق تعمل باسم الشعب يساهم فيها في مختلف الصناعات اللي هي في النهاية هتكون قاعدة صناعية ضخمة جدا وتصب في الأزمة وتعمل حقل الاستثمارات. يعني الأزمة دي ما حدش عارف هتقف على ايه ودي على مستوى احنا نعتبر على نفسنا ان احنا نقفل على نفسنا ونشتغل مع نفسنا كويس واحنا نخلي اصغر واحد في الشعب يحس ان دي مهمه قوميه ومهمه قوميه عايزين نخرج من هذه الازمه واحنا يعني باقل الخسائر ممكن زي ما عملنا مع كورونا احنا كنا متفوقين يعني طبعا. طيب انا هنقل من كلام حضرتك يا دكتور روح بمهندس عمرو. طيب الدكتور احمد بيتحدث عن مشاركه قوميه شعبيه لمواجهه هذه الازمه. طب حضرتك لما نتكلم على مشاركه القطاع الخاص والاستثمارات وقدره القطاع الخاص على المشاركه باستثمارات داخليه واستثمارات محليه في مثل هذا المقترح اللي هي شركات تقوم بعمليه متخصصه لتوفير مستلزمات الانتاج كيف ترى هذا الامر؟ طيب انا بس عايز يعني استفهم من حضرتك على حاجه. حضرتك تقصد شركات هتوفر الصناعات التكميليه والصناعات تستوردها ولا زي ما انا بقول لا عايز داخلية. اعمل مصانع لا داخليه هعمل مصانع لا اعمل مصانع ايوه تمام. اصل كان الفتره لا استورد دي احنا اتفقنا ان في قانون مش هستورد الا الشيء اللي مش موجود جوه بالظبط. اصل كان في فتره من فتره سابقه قريبه جدا كانت في ناس بتنادي ان احنا نعمل شركات متخصصه تجيب بس مستلزمات الانتاج والباقي يقعد يستنى وياخد منها. لا يعني عملت ايه انا كده بالظبط خرجت تاني في نفس الدايره وبروح نستورد. لا احنا بنقول احنا هنصنع حاجتنا بايدينا احنا الشعب المصري والصناعه المصريه ومن ايام طلعت حرب دي دوله عريقه في الصناعه مفيش اي شيء صعب علينا ان احنا نعمل الكلام ده خالص كويس. مشاركه القطاع الخاص اولا بيستنى
مستني من الدولة ان هي توفر له المستلزمات الانتاج الضخمة، تعمل هي المصانع الضخمة دي واحنا ناخد منها. اللي هي زي اتكلمت عليها اشرت عليها زي اللي انا اتكلمت عليها. تمام. قطاع بتروكيماويات او جزء شق يعني. ده انا بدي ده على سبيل المثال. احنا عندنا حاجات كتير. عندنا حاجات كتير نقدر نبتدي نحدد اهدافنا ونقول انا السنة دي محتاج مصنع غزل كمان. انا يعمل غزول. يعني معقولة مصر اللي هي فيها شركة مصر الغزل والنسيج في المحلة ده في اكبر لسه هيتم افتتاح اكبر مصنع. انا جاي في الكلام اهو. انا يعني لسه انا راجل بتاع صناعة ومتابع. وبعدين لحضرتك ما تعرفوش ان انا اصلا محلاوي، انا اصلا من المحلة. يعني معقل الناس معقل غزل ونسيج. فهل هل كان يعقل ان احنا او اكبر دولة كانت بتصدر ملابس ومنسوجات بنستورد غزل من دول عديدة، واحنا كان عندنا اكبر مصنع او تاني اكبر مصنع في العالم اللي هو في المحله اللي هو النهارده السيد الرئيس بيحييه وانا بحييه على هذه الخطوه، لان دي تاني خطوه مهمه بعد مصنع الروبيكي اللي اتفتح. تمام. وان شاء الله اخر السنه دي ان شاء الله او على السنه بدايه السنه الجايه على معلوماتي هنشوف هذا الصرح العملاق بيرجع من جديد. انا ده مثال عايز اعمله في كل القطاعات، في القطاع الكيماوي، في القطاع الهندسي، في وهكذا. قطاع الحديد احنا بنستورد مثلا دايما مشكله بتوع الحديد بلت مش عارف ايه المانع. في مواد خام مش موجوده. خلينا يعني بالظبط كل المواد الخام ابتدي اقعد كده اجهزها واقول انا محتاج كذا وكذا، وابتدي احسب تكلفتها ايه ومده تنفيذها وامكانيه تكلفه يعني امكانيه تنفيذها ايه، وده يبقى الشغل الشاغل الوحيد للحكومة المصرية، الخطة الوحيدة اللي احنا نتحرك عليها دي، بالإضافة عشان بقى نتكلم في اقتصاد شامل للزراعة، لأن الصناعة والزراعة هي اللي هتشيلك وجعل العملة واحدة. حضرتك كنت بتقول ان احنا اتحركنا في أزمة كورونا بشكل كويس، فعلا احنا قدرنا أزمة كورونا بشكل جيد جدا، وأزمة كورونا خدمتنا في القطاع الزراعي أولا وجزء كبير من القطاع الصناعي، لأن بسبب قطع سلاسل الامداد احنا بدأنا نعمل تعويض لده. لا انا هرجع ليه دي لسه انا هرجع استفيد منه. طب هرجع الدكتور احمد. دكتور احمد حاجة بتقول نغلق على انفسنا واحنا نقدر بالفعل بالمشاركة الشعبية ومشاركة القطاع الخاص احنا نقدر نقوم بعملية التصنيع في كل المجالات، وزي ما اوضح الباشمهندس عمرو. هل شايف حضرتك ان ده ممكن يتغلب على عملية ارتفاع أسعار مواد الخام؟ أصل مسألة ارتفاع أسعار مواد الخام دي حضرتك أدرى هي ده ارتفاع نتيجة تأثير أزمة عالمية ما هيش حاجة أكيد داخلية. أكيد فشايف حضرتك انعكاسات ده إيه والمكاسب اللي إحنا ممكن نحصدها في معالجة مسألة ارتفاع الأسعار العالمية؟ هو أزمة فيها العالم كله دلوقتي لازم يتحط لها كذا سيناريو، لأن محدش عارف إمتى هذه الأزمة هتنتهي، فلابد إن إحنا نشتغل على كافة الاتجاهات. واحسن شيء ممكن الدوله ان هي تخش فيه، وانا شايف ان طبعا في مشاريع زي طبعا مشاريع المستقبل بالنسبه للزراعه هتفتح افاق. ايه الزراعه اللي هتجيب الصناعه؟ انت لو بدات بالزراعه قاعده زراعيه حقيقيه واخد بالك، انت تستطيع ان انت تفتح مجالات في الصناعه لا تتخيلها. تخيل بس صناعه السكر، لما تنتج السكر هيخرج منه قد ايه، وتوظف ناس قد ايه، والمدخول بتاع الناتج القومي من هذه الصناعه، صناعه البنجر، صناعه المنسوجات، وترجع القطن المصري تاني بجماله وبشهرته العالميه. كان اي حد في اوروبا يتمنى انه يلبس التيشيرت او القميص المصري. احنا تعالوا ان احنا نحس بالمجد بتاعنا ونعيد المجد بتاعنا من جديد تاني، ونضخ في هذه في الزراعه ونفتح في مجالات، لان الزراعه توصلنا ان احنا صناعات مختلفه جدا نقدر ندخل فيها. يعني عندنا يعني برضك ربنا سبحانه وتعالى يعني برضك يعني حمانا ان احنا ده موعد الحصاد بتاع القمح، بجانب ان الدوله يعني مشكوره برضك جاهده كان عندها الصوانع وكان عندها الاحتياطيات برضك مخزون يكفي الى 9 اشهر، بجانب الاستثمارات في الطاقه الخضراء برضك ديت داخله فيها كويس جدا. بس معلش يا دكتور انا عاوز المقاطعه، يعني ده كان تخطيط استراتيجي وكان خطه موضوعه مسبقه لفكر الصوامع، والناس ساعتها قالت بنبني صوامع ليه وبنعمل ليه؟ جت ثمارها دلوقتي في فتره
طبعًا. يعني اقصد اقول المدى الزمني اللي حضرتك بتتكلم عليه، احنا دلوقتي بنتعامل مع ازمه متجدده التداعيات يوميه طبعًا. مش هنتكلم اسبوعيا حتى يتحط كذا سيناريو. احنا مش عارفين ده سيناريو يمكن ربما متوسط المدى او طويل المدى، نحط طويل المدى ونحط قصير المدى. ياثر على الاسعار يا دكتور؟ ياثر. احنا ردك ما لازم نكون عارفين انه طبعا هياثر على الاسعار، بس عن طريق ان احنا هنفتح الناس اشغال وهنفتح وجود، يعني هنقضي على البطاله عن طريق ان انت هتفتح مصانع، عن طريق الزراعه اللي انت هتبدا ان انت تتوسع فيها افقيا، هتفتح مجالات كبيره جدا للصناعه. تخيل انت كم ايدي عامله. احنا بردك ممكن نعيد تاني زي ما كنا بنعمل في الستينات وزي ما الصين ماشيه دلوقتي، البيوت تنتج. ليه ما نرجعش البيوت تنتج تاني يا استاذي؟ البيوت تنتج وتشغل، هيكون في عائد ودخل يعني قوي جدا بالنسبه لهذه البيوت، ان هي تستطيع انها تواجه ارتفاع الاسعار وتواجه الازمه الاقتصاديه، واخد بالك حضرتك؟ وبالتالي احنا هنتغلب او هنعمل زي احتياطي زي ما بنعمل كده في الميزانيات لمواجهه ارتفاع اسعار اي حاجه موجوده. تمام. فهنعدي من هذه الازمه، بس اهم حاجه هي نطبق تاني المشروعات القوميه الزراعيه، لان هي هتفتح لنا مجالات في الصناعه لا تتخيل، هتكون مستواها على الناتج القومي ومفعول على الناتج القومي يبقى قد ايه. تمام. طب والحل في مهندس عمرو في المواد الخام اللي هي غير متوفره، وهل لنا حلول في الداخل هنا ان احنا نقدر نتجاوز مسألة ارتفاع الأسعار فيها، أو القطاع الخاص ممكن يكون له دور فاعل في توفير أي مدخل من هذه المدخلات يحد من عملية ارتفاع الأسعار؟ لأن طبعا المواد الخام بترتفع أسعارها بترتفع أسعار المنتج المخرج النهائي. بص، أنا ممكن أوجه رسالة للقطاع الخاص إن رجال الأعمال اللي عندهم القدرة إن يبتدوا يعملوا مستلزمات إنتاج يعملوها ويخدمهم على المصانع الصغيره والمتوسطه. ايه اللي هم طالبينه او محتاجينه؟ بص، انا مش هقول هم طالبين ايه. بص، هو انا محتاج بس الاول ابتدي ارجع للراسماليه الوطنيه. تمام. افكر بشكل قومي بشكل وطني. هو للاسف البعض دايما بيبص انا هعمل المشروع ده هكسب منه ايه، مصلحه شخصيه بسرعه. كويس. انما في مشاريع هتكسب بس على اللونج تيرم، بس كمان مفيدة للأمن القومي المصري أو الاقتصاد المصري. فأنا أبتدي أشجع كبار رجال الأعمال على هذه المشاريع، وأبتدي أقعد معاهم وأقول له أنت خايف من إيه؟ مشكلتك في إيه؟ هل مشكلتك أنت بتخاف من الضرائب؟ هل مشكلتك بتخايف من تغيير القوانين كل شوية؟ هل مشكلتك؟ وصدقني اول ما ده يحصل هيبتدي الاستثمار الاجنبي يدخل، لانه هيشوف المستثمر المصري ما عندوش مشاكل. طيب احنا محتاجين ايه بقى انت كقطاع خاص صناعي؟ انا بتكلم على الصناعه بقى. صناعي تحديدا. لان انا دايما بقول في فرق ما بين رجل الصناعه وبين رجل الاعمال. رجل الصناعه بتاع صناعه، رجل الاعمال مع احترامي الشديد كل المجالات، هو منفتح. انما رجال الصناعه اللي زي حالاتنا ما بنفكرش غير في الصناعه بس، بنفكر في عمالنا والبيوت اللي مفتوحه والمنتج ده عايزين نبيعه وهيجيب ايه وهكذا. هو ده اللي بنفكر فيه. احنا يجب فورا في هذه الازمه زي ما قدرنا ازمه كورونا رفع العبء عن الصناعه المصريه. في اعباء كتيره موجوده على الصناعه المصريه، لان الصناعه المصريه قادره زي ما السنه اللي فاتت. بس بدون مقاطعه يعني دي كانت التوجهات في الاجتماع الاخير لدكتور مصطفى مدبولي مع اللجنه الاقتصاديه، بالاجتماع برجال الصناعه دائما على فترات يعني متواصله تقريبا لتيسير او بمعنى صح مواجهه التحديات ورفع الصعوبات الموجوده. ما هو انا ما هو ده اللي انا باكد عليه، بس انا هاكد على حاجه واحده بقى بمناسبه هذا الاجتماع. المشكلة الرئيسية حالا الصناعة، في أعباء كتير على الصناعة، بس المشكلة الرئيسية حالا على مستلزمات الإنتاج موضوع الاعتمادات المستندية. دي مشكلة كبيرة جدا جدا للقطاع الصناعي. زي ما البنك المركزي هو طبعا بيتولى مسألة هذه الاعتمادات، ده موضوع لازم البت فيه فورا. لأن الصناعة لو توقفت هيبقى في ازمه كبيره جدا. توقف زياده، احنا بنتكلم على حلول. ما انا عندي مستلزمات انتاج مش موجوده. احنا اتكلمنا الاول على الحلول. الحلول زي ما الدكتور قال
لخطة قدام. إنما أنا دلوقتي عندي مشكلة حالية. أنا عايز أبتدي عايز أفضل مشغل مصانعي، فأنا عايز كل ما هو متعلق بمستلزمات الإنتاج يعفى من هذا القرار. ده تمام. مطلب محدد. طيب هرجع للدكتور أحمد. تجارب متعددة واستطاعت دول بالفعل، حضرتك بتضرب مثل بالصين، لكن في دول عدة دول أكيد كل دولة حطت لها استراتيجية لأن التأثير عام. نعم. مفيش دولة مستثناة من هذه التداعيات أيا كان شكلها. تمام. إيه هي حضرتك شايف أفضل التجارب اللي ممكن تطبقها على قطاعات أخرى غير قطاع الزراعة تحديدا، قطاع الصناعة بالتأكيد، القطاعات اللي تقدر تتعامل مع هذه الأزمة وتدعم قطاع الصناعة وفي نفس الوقت تقدر تتجاوز مشكلة ارتفاع وتغيرات أسعار الطاقة؟ هو عايز أطمن الزميل العزيز عضو مجلس الصناعة إن في الدولة بصراحة عملت مشروع جديد بالنسبة لأي صادرات جاية بخصوص مواد الخام، اللي هي سرعة إدخال هذه عن طريق الرقمنة ونظام اسمه الـ ACI، فما عادش بياخد وقت زي الأول، بالعكس هي بيبقى في تحضير مسبق لهذا جاي منين والمنشأ بتاعه إيه، وما ياخدش وقت في المينا بتاتا، وبيوصل إلى المصانع والمواد الأولية والمواد الخام بتوصل مختلف كتير جدا عن الأول، كانت بتاخد وقت وبتضيع مجهود وبتضيع مال دلوقتي، بالعكس عن طريق النظام ده بيحل مشكلة الاعتمادات، عن طريق المواني أصبح الدخول ميسر جدا، وعملية تدفق المواد الخام بتتم بصراحة بصورة، وأنا شفتها وعينتها بتتم يعني بصورة مثالية جدا، وهي هتبان يعني ممكن ما تكونش باينة دلوقتي، هيشعر بيها أي حد مستثمر، وبالنسبة لرجال الصناعة هيشعر بيها يعني مع الوقت أكتر، مع الوقت مش أكتر من حوالي فترة زي ما بيقول ربع سنوية 4 شهور 6 شهور يعني. طيب دكتور حاجة تانية هي برضك نتكلم إن إحنا لما نيجي نبص مثلا إيه الدورة دورها إيه، إحنا لما نيجي نشوف الصين إزاي بقت الصين إزاي، ونبص على الصين بتعمل إيه، أي حد بيكون مستثمر صناعي هي بتشوف الأفكار اللي عند هذا المستثمر، بيكون حجم الفوليوم بتاعه أو حجم الإنتاج بتاعه بيكون في حدود حاجة معينة بالنسبة كفرد. الدولة بتاخد هذه الأفكار في الصين وبتنميها وبتدخل فيها بمنتهى القوة، بحيث أن هذه الصناعة بتكون صناعة ضخمة جدا تعود في النهاية بالنفع على صاحب الفكرة وصاحب المشروع الصناعي، وفي التالي بتعود على المجتمع ككل وتوفر فرص عمل، بعد ما يكون هو مثلا كان مقدم موازنة حوالي 100 فرصة عمل تستطيع الدولة أنها تحط حوالي أكثر من 50,000 فرصة عمل عن طريق تدخلها مع هذا المستثمر بوجهة نظرها المتوسعة، بحيث أن هذه الصناعة تشمل وتتعمق في الاقتصاد. يعني الشراكة ما بين الدولة وفرد نجاح الصين. وما نيجي نشوف دولة زي سنغافورة. سنغافورة تملك أي مواد خام أولية، لك أن تعلم هذا من هي سنغافورة؟ لا تملك أي مادة من مواد الخام بتاتا، بالعكس تستورد جميع المواد الخام، ومع ذلك شوف سنغافورة وصلت إلى أي مستوى من سنة كام؟ في حوالي 20 سنة سنغافورة كانت في يعني في القاع، وصلت النهاردة إلى مصاف أعلى داخل في العالم هو المواطن السنغافوري، أجمل مدن في العالم هي المدن السنغافورية. بس يعني يا دكتور هي برضو ما كانتش بتواجه أزمة زي اللي احنا فيها دلوقتي، كانت يعني بتواجه لا طاقة بقى ولا نتكلم على ما عندهاش أي مادة خام، صفر في مواد خام. تخيل أنت عندك ربنا حميك وحظيك بمواد خام صناعة قد إيه، أنت كنت زي ما يعني في خطابات قديمة ما يعرفش التاريخ ما يعرفش الحاضر، إن شوف أنت مصر سدت مجاعات من أيام سيدنا يوسف إلى أيام الخليفة عمر بن الخطاب في المجاعة، سرت غذاء العالمين. وكما أطرق عليها القرآن الكريم اجعلني على خزائن الأرض، مصر هي خزائن الأرض، نعيد اكتشاف خزائن الأرض، وربنا سبحانه وتعالى سوف يخرج لنا هذه الخزائن إذا الجميع يعني التزم وقمنا جميعا بنهضة في هذا، لأن هذا يعني زي ما بيقولوا كده تكون أو لا تكون، إحنا مش عارفين إيه اللي بيدبر حوالينا في المنطقة العالم كله، مش نفاق إحنا صايمين، الله يكون في عون القيادة السياسية، لأن إحنا منطقة مضببة ومش عارفين إيه اللي حاصل في العالم، سواء كان على مستوى العالم أو على سواء المناطق المحيطة، فيجب إن إحنا نضخ في الاقتصاد الوطني، لأنك أن تتخيل هم المصريين يستطيعون أن يقودون القاطرة، لنعتبر كجرار اقتصادي ضخم عن طريق صناديق سيادية يقودها
الرئيس باسم الشعب، وتستطيع هذه الصناديق ان هي تضخ في الاستثمار المصري يعني مبالغ طائله جدا. صحيح. في النهايه هيكون يعم بالخير على المواطن المصري وتعم بالخير على الصناعات المختلفه، لان حضرتك لك ان تتخيل لو اي مستثمر جاي يستثمر عندك ويستثمر مثلا في المجال الزراعي، لك ان تتخيل سعر الدواجن وصل النهارده الى ايه؟ لان هو طبعا بيبقى عنده نسبه ان هو يصدر، اما انت تيجي على المستثمر المصري يدافع الفلوس بتاع المواطن المصري هو مش هيصدر، هيكون الناتج ان كل الانتاج ده بيوجه الى الداخل، بيوجه الى الاقتصاد المصري. تمام. يستطيع المواطن ان يجد السلع بسهوله. يبقى انت اثرت على الاسعار، انا اصدر مستلزمات الانتاج اثرت، لان هو بيقول لك انا اصدر ولا انت تدفع لي ثمنها. فانا لك ان تتخيل هي كده النتيجه كده، يعني تديني سعر اللي انا اصدر بيه ولا انت تشتري بيه، لأنه هو مستثمر أجنبي هو جاي عشان يكسب. أما إذا كان المستثمر هو مستثمر وطني فيهمه بالأساس هو مصلحة الشعب ومصلحة يبقى يغطي السوق المحلي عشان يهاجم بس المستثمرين. هذه أزمة يجب أن تكون استثمارات وطنية خالصة، لأن أنا هديك مثال مثلا كرتونة البيض وصلت إلى كام؟ أما هو يصدرها ولا يبيعها جوه؟ فهنا ده اللي انا بعني فيه، ان يكون دلوقتي التوجه الى استثمار وطني خاص يعرف مصلحه الامن القومي المصري، لان ده السلع لما تكونش موجوده في السوق، والدوله مشكوره وفرت مليارات لتوفير هذه السلع خاصه بتتعامل حاجه الثمن ده. فاحنا برضك عايزين ندفع مع الدوله وان احنا نساند مع الدوله، نعيد تاني ان الشعب ياخد صناعات ويشتغلها في البيوت. الصين قائمه على ان البيوتات هي التي بتعيد في صناعات معينه زي الساعات دي، المواطن الصيني هو اللي بيصنعها. نعيد تاني توزيع المواد الخام وما نصدرش المواد الخام بتاعتنا، نستغلها في الصناعه بتاعتنا من رجال الصناعه. ان احنا هيعود علينا ان احنا لما نستغل المواد الخام بتاعتنا احنا هتعود علينا احنا بالنفع وهتعود علينا بالعمله الصعبه، لان احنا ما صدرناش المواد الخام بتاعتنا، اعدنا استخدامها تاني وربنا احتياجات الصناعات اللي عايزاها بدل من تصديرها كمواد خام. تمام دكتور. ده رجال الصناعة ايه تاني مشكلات بتواجههم عشان يبدأوا ينفذوا مفردات اللي بيقول عليها بتكلم عليها دكتور احمد، انها تبقى الصناعة قومية مش هنقول 100%، الاستثمار الاجنبي هو شيء مطلوب وده بيدخل عملة، وحضرتك يمكن اوضحت حتى ان هيحصل ادخال مدخلات للعملة من نتيجة التصدير، ما احنا برضو هنعمل مخرجات. انت عندك وفرة في الانتاج. وفرة في الانتاج. ايه ايضا باشمهندس عمرو؟ اكيد برضو احنا لما هنصدر برضو هنجيب عملة. ما طبيعي بالظبط. احنا عايزين نزود انتاجنا ونكبر الطاقة الانتاجية بتاعتنا، يبقى بنغطي الاستهلاك المحلي وكمان بنصدر عشان نقف جنب الدولة ونجيب لها عملة صعبة. مش هنشتغل في جانب واحد. انا كده وانا بعمل مشروعي ببقى عامل حساب ان انا اغطي السوق المصري. وايه المانع ان انا ربنا يزيد ويبارك اصدر ونزود ونصدر عشان تمام. نجيب عملة صعبة عشان الظروف العالمية ديت، في ظروف كورونا وظروف الأزمة اللي بتحصل حاليا، السياحة أكيد متأثرة شويتين، فشوية في قطاعات بيحصل تبادل كراسي موسيقية بين القطاعات ومدخلات القطاع يشيل قطاع. فأنا كمان محتاج طبعا لازم إن أنا أصدر، وكمان عشان أرجع النهاردة الكلام كله مش سياسة بس، الكلام اقتصاد، أرجع اسم مصر بره، صنع في مصر يدخل كل دولة، هو الاقتصاد هو اللي بيأثر في الدول. هو في فرصة لرجال الصناعة في ظل هذه الظروف والتحديات الخارجية ان انت تفتح اسواق جديدة وتبدأ تنافس. وعلى فكرة ده حصل في أزمة كورونا. تمام. حصل للصناعة المصرية. بس انا عشان كده بص احنا اتفقنا واحنا من بداية الحلقة احنا هنتكلم في حلول، احنا مع الدولة قلبا وقالبا، احنا نفسنا نقف يعني كتف بكتف مع الحكومة، بس احنا النهاردة عايزين الحكومة تبتدي تسمع الناس اللي على أرض الواقع. مقترحاتكم. مقترحاتنا ايه؟ بنقول لحضرتك المشاكل اهيت والحل اهو، عايزين نعمله سوا عشان نوصل لكذا. تمام. لان احنا تمام. الصناعية احنا اللي في الموضوع، فاحنا عايزين نشيل تاني، احنا في اعباء على الصناعة لازم الاعباء دي تدرس بشكل جيد. ورجال الصناعه مستعدين، وبس عشان وقتنا انتهى للاسف، رجال الصناعه مستعدين للمشاركه ولكن بالتشاور ومشاركه في المقترحات. احنا مستعدين للمشاركه وللحوار ومقترحات وجاهزة الحلول. تمام. والحلول كمان احنا قدمناها دلوقتي. في ثواني تعليق يا دكتور احمد قبل ما ثواني ان احنا بنختم لك ان تتخيل حجم اذاعات او حجم المودع في مصر، اذاعات المواطن المصري
على مستوى البنك المركزي كم حجم الايداعات. انت عايز تحولها حضرتك للمشاركه في الصناعه الوطنيه؟ طبعا انا دي حجم الايداعات ديت ليس دليل ان انا يعني مؤاخذه اقتصادي اقتصاد قوي، بالعكس انت دي مؤشر ان انا ادخار بالحجم ده لابد ان هو يوجه الى الاستثمارات. يعني 8 مليار ايداعات في البنوك، اسف 8 تريليون نعم صدق 8 تريليون ايداعات في البنوك، هذا مؤشر غير صحي، لابد ان توجه هذه الايداعات للاستثمارات. لكن انت تتخيل ان البنك المركزي بيعدم حوالي مليار جنيه مصري نتيجه الاستخدام السيء للنقود. انا لو ضخيت المليار ده في الصناعات، لكن انت تتخيل ممكن يعمل على مدى سنوات كيف تكون موقع الصناعه المصرية. انا شاكر حضراتكم جدا على المقترحات دي، وبالتاكيد بما ان يعني هذه العقليات وهذه الافكار متوفره وموجوده بالتاكيد هتكون في يعني، وخصوصا ان الحكومه مسلطه الضوء دلوقتي جدا وبتركيز، وده واضح من التقرير اللي احنا شفناه حتى خلال الحلقه، على ضروره الاستماع الى رجال الصناعه ورجال الاعمال والقطاع الخاص، وايضا في وضع فرص كثيره او تحت فرص كثيره لرجال القطاع الخاص. هو بس وقتنا استاذ عمرو، معلش يا باشمهندس عمرو، انا بس كلمه صغيره اتفضل سريعا ارجوك. سريعا انا محتاج زي ما حضرتك قلت كده الحكومه تقعد معانا الفتره اللي جايه دي بشكل مكثف، ولو ليا ان انا اناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلوس هذه الفتره مع رجال الصناعه وشباب الصناعه، انا هكون شاكر جدا جدا لو ليا ان انا اناشده من خلال هذا البرنامج. تمام، انا بشكر حضرتك جدا. بدايه بشكر المستشار الاقتصادي دكتور احمد البيلي خبير صناديق الاستثمار، شكرا يا دكتور وشرفتنا، مقترح حضرتك مهم جدا بالتاكيد. تمام. ووصل. وبشكر المهندس عمرو فتوح عضو لجنه الصناعه بجمعيه رجال الاعمال المصريين، شكرا يا باشمهندس، وان شاء الله مقترح حضرتك و مشناجدتك للسيد الرئيس ايضا هي بالتاكيد تكون وصلت، وشرفتونا. كل عام وحضراتكم بخير، شكرا يا فندم لحضراتكم. مشاهدينا دي كانت حلقه هذا الاسبوع من برنامج اوراق اقتصاديه، الى اللقاء الاسبوع القادم، ملف جديد، دمتم في امان الله.